بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا موتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أذكر اللحظة اللي اتصل فيني فيها الشيخ عبد العزيز الملة، كان يقول لي أحمد في عندنا فقرة جماليات السنة ونبيك تتكلم فيها. والحقيقة ما أخفيكم أني فرحت فرح شديد جدا، أن يعني حصلت على هذه الثقة من الشباب أن يتكلم أمام هذه الوجوه المتوضئة النيرة التي أسأل الله عز وجل أن تكون ناظرة إلى ربها ناظرة، مسفرة ضاحكة مستبشرة. اللهم آمين. حياكم الله أخواني، وأنا اليوم ما في واحد أسعد مني في هذه الليلة المباركة. بس أقول لكم يعني الحقيقة، أنا قال لي عبد العزيز الملا عسى ربي حفظه أن أحمد أنت بتتكلم في جماليات السنة، بس ما قال لي أن الشيخ خالد الدريسي راح يكون موجود، ولا أن الشيخ مطلق الجاسر راح يكون موجود. فهذا يعني من الصراحة الشرف لي أن أتكلم بين يدي مشايخي، ولا مانع أن يتكلم المفضول أمام الفاضل كما تكلم الهدهد أمام سليمان. فيعني شرف لي أن أتكلم أمام مشايخي، أسأل الله عز وجل يحفظهم، وهم يصوبوني إن بدأ مني خطأ أسأل الله عز وجل أن يوفقني إن شاء الله لأقدم شيء بجماليات سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أجمل ما قرأت في الأبيات الشعرية التي تصف الفخر والجمال في واحد فيما ينتمي إليه الإنسان من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الأبيات الرائعة. يقول: ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. اللهم صل وسلم على محمد. هذا الرسول الذي زكى الله عقله، فقال جل جلاله: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى نطقه، وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه، إن هو إلا وحي يوحى، زكى علمه ومعلمه، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، زكى فؤاده، ما كذب الفؤاد ما رأى، زكى بصره، ما زاغ البصر وما طغى، زكاه كله، وإنك لعلى خلق عظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. في الحقيقة أخواني، يعني إذا بتكلم عن كيف نثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحب في حياته يمنة ويسرة، والله أخواني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ممكن اللي أقدر أعبر فيه أنه كان يرش الحب بين أصحابه رشا، هكذا ينثر نثرا صلوات ربي وسلامه عليه. من المواقف اللي ما تغيب عن خاطري أنه صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح خيبر، هذا الأمر العظيم يعني اللي الله عز وجل تكلم عنه في القرآن: ومغانم كثيرة يأخذونها، والله عز وجل سماه فتح خيبر. تخيلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح خيبر، أتى جعفر ابن أبي طالب من بعد سفر طويل، أكثر من 10 سنين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى ابن عمه رضي الله عنه جعفر الطيار،
وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب جعفر حب عظيم. تدرون إيش قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموقف؟ شوف شلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينثر الحب، ما قدر يخفي مشاعره صلوات ربي وسلامه عليه. قال: لا أدري، لا أدري أأكثر فرحا بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. يقول: أنا ما أدري شو اللي أنا أكثر يعني فرحان فيه، هل فتح خيبر ولا قدوم جعفر؟ شوفوا شلون كان ينثر هذا الشيء أمام الصحابة رضوان الله عليهم. من المواقف التي تتكرر يعني في كثير من ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سبحان الله يا جماعة هذا الموقف والله يعني مليء بالحنان والعاطفة والشاعرية. بعد وفاة خديجة رضي الله عنها استأذنت خالة بنت خويلد أخت خديجة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخديجة يعني تعرفون من هي خديجة في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها، اللي قال لها دثريني دثريني، اللي دثرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحب والأمان. تقول عائشة هي من تروي الحديث، يقول يوم طرقت أسماع النبي صلى الله عليه وآله وسلم استئذان هالة، قال: فارتاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك، تذكر الحب الدفين، تذكر زوجته صلوات ربي وسلامه عليه خديجة. تقول عائشة: فارتاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك، قال: اللهم هالة، عرفها مباشرة لمشابهة صوتها صوت خديجة رضي الله عنها، حركت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحب. من الأشياء الجميلة جدا أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم في آخر أيامه صلوات ربي وسلامه عليه حينما مرض كان يتعجل يوم عائشة رضي الله عنها ويتساءل، يتساءل متى يأتي المبيت عند عائشة رضي الله عنها لحبه صلوات ربي وسلامه عليه لعائشة. بل أن أفصح بهذا الحب أمام الصحابة يوم سأل عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قالها من الرجال؟ قال: أبوها. يفصح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحب، يقول لمعاذ: إني لأحبك. الله الله، يقول حق معاذ هذه الكلمة أمام هذا الجمع النبي صلى الله عليه وسلم ينثر الحب ما بين أصحابه. أتاه مرة رجل فقال: يا رسول الله إني أحب فلانا. قال: فهل أخبرته؟ رحت قلت له إن أنت تحبه ولا لا؟ يبي النبي صلى الله عليه وسلم أن تشاع لغة الحب في أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، بل حتى بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم كانت هذه اللغة شائعة عند الصحابة. يوم رأى ابن مسعود الربيع بن خثيم رحمهم الله قال: والله لو رآك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحبك، لأن يعرف شو اللي يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شاعت هذه اللغة بين الصحابة الكرام، أي حب علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابه. مرة من المرات تأخرت عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستبطأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما حضرت سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت؟ فقالت: كنت في المسجد أستمع إلى تلاوة أحد الناس. كانت عائشة رضي الله عنها تستمع إلى تلاوة أحد القراء الذين يصلون في المسجد. شوفوا شلون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ممكن يكون خارج موضوع الحب لكن يبين لك شنو شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في البحث عن كل الجماليات اللي موجودة في الحياة. تتوقعون النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر خلاص، كيف واحد قاعد يصلي بالمسجد وقاعد يقرأ وعائشة سمعت تلاوته وعجبت بقراءته وخلاص انتهى. قام النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية من مكانه وذهب إلى المسجد، تقول عائشة: فمكث طويلا يستمع إلى تلاوته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي أمثال هذا صلوات ربي وسلامه عليه. في الحقيقة أنا انتهى وقتي، ممكن إن يعني أختم لكم بشيء منتشر فضل الله عز وجل يعني لأخيكم، وهي قصيدة من يعني كلام الحبيب الغالي الشاعر ياسر السليم، ربي يكتب أجره.
كتبها في النبي صلى الله عليه وسلم، وما شاء الله لقت قبولا كبيرا لله الحمد والمنة. فأقولها لكم إن شاء الله بهذا الحداء الجميل. نور أطل على الحياة رحيما، وبكافه فاض السلام عميما. لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم.